يواصل المصريون بالخارج التوافد على صناديق الاقتراع في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024. بدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الجمعة على مدار 3 أيام، تنتهي اليوم في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.